الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. صح شربتكم ربي يتقبل وربي يعاوننا ويعاونكم. ظاهرة اليوم باش نتحدث عليها مزعجة مقلقة وتتفاقم بشكل خاص في رمضان. احنا مجتمع عربي اسلامي ومالاش مجتمع ما عندوش اصول. عندنا اصول وحضارة ومستمرة فينا والعلم متمشي متفشي فينا. عندنا مدارس وكليات وجامعات لكن مش معناها تخرج الشارع تسد وذنيك لا تسمع لا كلام لا تحية الكلام المتداول بين الناس كلام من الحزام اللوطة يمس بالأداب والتربية والأخلاق الناس تضحك وتلعب ماشية مع بعضها تطلع في الكار يطلع في المترو يقعد في قهوة ما تسمع كان الكلام الكبير والظاهرة هذه لا فما شكون يبدلها ويغيرها ولا فما شكون ينهى عليها واللي قايمين بها شكون اولادنا وحتى بناتنا اللي من اصلابنا اللي المفروض يتحلوا بالاداب والاخلاق والتربيه هما اللي قاعدين يمارسوا في هذا الشكل من اشكال التعامل اللي اصبح كانه طبيعي وتخلى الان للبيوت واصبح حتى على السنه الاطفال الصغار اللي يخرجوا من روضه وليخرجوا من المدرسه في السنه الاولى والسنه الثانيه يروحون للديار بقفه من هالكلام الحلو إيش معناه هذا هذا يا سيادي معناه ان الامه هذه ماهيش مدركه ثقل الكلمه في اللسان وان الكلام في الحقيقه هو مظهر الخلق السائد بين الناس وان الامه اللي تتساهل في كلامها حتى لين توصل الى الحديث عن أمور لا تليق هي أمة لا تحسن طريقها وليس لها سبيل قويم في سلوكها وأن الأمة التي تتعاون على الباطل في الحديث ممكن تتعاون على الباطل في السلوك وأن الاستقامة أمر أساسي لابد منه يا أخواني الكرام رأي الكلمة تهوي بصاحبها في النار سبعين خريفا قال لنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة التي لا نأبه بها اللي ما ردوش بالها منها راي ممكن تنزل انسان في قاع جهنم كلمه واحده لا احنا باش ندخلوا الاسلام تي ندخل الاسلام بكلمه وما قالناش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وان الكلام الخفيف اللطيف اللي فيه استقامه وتسبيح لله تعالى يدخلنا الجنه ما قالناش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث البخاري كلمتان خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما قالناش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأن في في الحديث اللي منقول فيه الكلام عن إبراهيم الخليل، قال وقت اللي التقى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، قالوا أبلغ من أمتك مني السلام وأعلمهم بأن الجنة قيعان يعني أرض بيضة. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الأمة التي ترتقي بكلمة وتفوز بكلمة وتدخل الجنة بكلمة هي الأمة التي تقطع بينها وبين الجنة السبل المؤدية إليها بكلمة سوء ولذلك إخواني الكرام هالكلام زايد اللي نسمع فيه يحتاج منا إلى منهج تربوي نوقفوا الناس عند حدودهم ونشعرهم مسؤوليتهم ونبلغولهم لهم وان الكلام في الحقيقه هو تعبير عما في الجنان والظاهره هذه يا سيدي الكرام قاعدين نراو فيها تستفحل في الامه خاصه في شهر رمضان لانه من برا مش قايد على الحشيشه وقايد على الصيام وكلمه كلمتين ما لك شاكش خارجه من الفم والوجوه صفراء واليدين ممدوده للاعناق والناس مش تضرب بعضها لمجرد خلاف المرور واحد تعدى على الاخر ولا واحد كاد مش يضرب الاخر تتحلى شبابك والبو والجد والسماء والارض والدين والمله عليه لان الامة هذه ما تضبطش روحها لان الامة هذه بالنسبه ليا سبت الدين كاين يقول سبحان الله يا اخي ما تعرفش اللي سب الدين يخرجك من المله تسب ربي تخرج من المله والاسلام وتموت على سوء الخاتمه وتدخل جهنم اذا يا اخواني الكرام قضيه السلوك الحضاري المطلوب منا هو احسان الكلام فيما بيننا احتراما لرمضان واحتراما للاسلام الذي ننتمي اليه واحتراما لبعضنا رب يهدينا الى اصلح الاقوال والاعمال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته